مشاهدين متابعي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من بوسكورة. يعني هذا الشاب اليوم جا الإدارة ديال بوش باش انه يقدم واحد الشكاية. نعاود لكم المشكل ديالو باختصار. هو يعني سائق ديال رمو كان كيقلب على خدمة حتى كيتفاجأ انه تم النصب عليه من طرف اشخاص كيقولوا بانهم خدامين في بوش. يعني السيد كيقول لنا انا كنت كيف ما كنقولوا شاف واحد لانونس في ماروك، انونس الانونس كاينه عندك الكابتشور ديالها، شافها قدم عليها كاي شاب كيقلب على خدمه وكاي معيل اسره، حتى كيتفاجئ ان الناس خداو ليه المبلغ ديال 500 درهم على اساس انه في الاول مصاريف ديال الملف. شويه تيقولوا ليه انه هذيك حلاوه وخاصك تزيد تعطينا مازال. دابا هو حاليا كيطالب بالحق ديالو، الحمد لله انه عنده بخوف انه صيفط لهم فوفا كاش، صيفط لهم داك المبلغ ديال 500 درهم، دابا كيتواصل معاهم بلوكاو، دابا حاليا كيطالب بالحق ديالو، وكنتمناو النداء ديالنا يوصل للاداره ديال هاد الشركه باش انهم يدخلوا ويشوفوا واش فعلا كاينين الناس عندهم كينصبوا بالاسم ديالو. السلام عليكم اخويا. عليكم السلام. المشكل اللي وقع لكم في النداء ديالك؟ انا اختي كنطالب دابا غير بالحق ديالي. من الاول انا شفت واحد لالونس في ماروك الونس اللي معترف بها سيت كبير، كنقلب على خدمه انا شيفور ديال رموك. بيرو ديال ريكروتمون ولا شنو زعما هذا؟ سيت ولكن كاين عندهم بيروات ديال التوظيف سميتو ماروك الونس. يعني الثقه وكيخدموا عن طرفهم، يعني انت بحالك بحال اي شخص شفتي لانونس فرحتي قلتي غادي نبوستول. اييه انا اصلا الخدمه الاولانيه راه خدمت على الطريق ديالهم. ودابا هاد الخدمه هادي دايرين فون ديريكت كيطالبوا بشيفور، انا دفعت ليها بحكا ايها الناس صافي دفعت لا غدين كيتصلوا بيا كيديروا معايا انترفيو كيديروا معايا لوتروتيا بار تليفون، ما هضروا معايا اجوا للشركه الاول. التليفون شنو عندك شنو المشكل ديالك شنو هادي؟ قلت لهم انا كان عندي بيرميات كاملين، عندي ديبلوم ميكانيك، كنسوق شاحنه كبيره، كنسوق صغير، المهم بيرميات الحمد لله كاملين كان. قالت مزيان، قالت الحمد لله هذا هو البروفيل اللي كنحتاجو. بقينا بحال هكاك صافي. داز واحد شي ميبا واحد ساعه ونص تقريبا ولا هذا، كيصونوا ليا كيقول لي هاد الوثائق ديالهم هما اللي غتجمعهم، عطاهم ليا. والكونترا ديالك من بعدها غتسنيها، غتسني لك واحد السيده نذكر الاسم ديالها ولا واحد السيده غتسني لك الكونترا ديالك وغنصيفطوها لك صافي. قلت لهم مرحبا على مولانا، انا محتاج الخدمه ومولا وليدات، انا ما راه اي بلاصه، انا دابا من المدينه واحده اخرى جاي لبوسكوره باش نشوف هذاك صافي. بقينا بحال هكاك، دازت واحد تقريبا واحد تقريبا شي نص نهار بحال هكاك حتى العشيه مع ديك ثلاثه هذا، كيعاود يتصل بيا واحد السيد اللي من طرف ديالهم اللي شاد الديبو، كيقول لي انا من طرف شركه بوش. قلت له مرحبا سيدي هذا، قال لي راه من القضيه ديال هذا كاين واحد البروبليم. كيعطوني الاسماء والتصاور ديالهم كاين اصلا في هذا في الواتساب ديالهم. اييه فين هضروا معايا قالوا لك راه لقينا مشكل عندك بالنسبه باش تجي لبوسكوره، راه تخدم في الرباط. قلت لهم انا ماشي مشكل فيما كان انا نخدم في الرباط بوسكوره الداخله ما عنديش مشكل، انا المهم حنا باغينا نخدموا صافي. قال لك ماشي مشكل، قال لك صافي غتخدم، قال لك هي غتحتاج واحد ليفري ديال الدوسي عندك، قال لك دابا خسرنا الدوسي ديالك، دابا نعاودوا لك الدوسي، خصك تصيفط لنا 500 درهم. 500 درهم قال لك ليفري ديال الدوسي؟ ديال الدوسي المصاريف الملف. ما كاين والو فين صيفط ليهم هذاك؟ صيفطها الاسم بنت السيده دي ريسبونساب ديال الار اتش 100 هي اللي صيفطها ليها، وكيصور لي الفيديو بداخل الشركه، كيصور لي الطوموبيل ديال الشركه، عندي كل شيء كامل عندي. عندي كاملين. باش كتواصل معاهم دابا حاليا؟ دابا مبلوكيني وما كيجاوبونيش، كنعيا منصوني اليوم والو ما كيجاوبني حتى شي واحد. وعاوتاني عاودوا اتصلوا بيا كيقولوا لي راه هذيك 500 درهم اللي عطيتينا راه السيد نائب المدير سمعها وراه بغات هو القهوه ديالو. قلت له انا ما عطيتكش انا قهوه، انا قلت له انا عطيتك ليفري ديال الدوسي ماشي قهوه. الخدمه راه بطبيعه الحال ما غاديش يخلص. هما شدونا من اليد اللي كدرنا، واحد محتاج الخدمه شدوه من هذيك اليد. دابا حاليا تواصلت معاهم دابا تواصلت معاهم كل واحد في كيدينا العين دياب والبوسكونه. انا جيت لعندهم دابا الاداره، جيت لعندهم الاداره فقال لي هو اللي خصك تجي عندنا باش نشوف شنو كاين، انا غنعاود نرجع لعندهم ونشوف شنو كاين. شنو النداء ديالك اليوم خويا انك من الشاب كيقلب على خدمه من معيل اسره واب يعني عندك مسؤوليه وكل شيء،
هاد الناس يعني بتستغلوا هاد النقطه ديال الضعف هذه ويستغلوها ونصبوا عليك. نصبوا عليا نصبوا عليا ويستغلوا الظرفيه ديال بين واحد محتاج الخدمه صافي. ملي هادي انا دابا كنطالب من الناس ياخذوا لي حقي من هاد الناس. الناس المسؤولين على هاد الشركه هادو خصهم يتشدوا من اليوم قبل من الغدا هادو، حيت هادو نصابه وما خصهمش يبقاو وكينصبوا بسميت ديال الشركه هادي. اصلا هما راه خدامين، راه انا سولت ريسبونساب ديالهم اللي كاين في مراكش كنت هضرت معاه وسولته على هاد الاسماء هادو، قال لك كاينين خدامين معنا هادو. يعني هاد الناس كاينين في الشركه باسم الشركه. باسم الشركه يقدر ماشي غير انت اللي مسؤول عليك، يقدروا يكون ناس اخرين يكونوا شي وحدين عدد، حيت هما دايرين في لانونس ديال ماروك انونس، راه يعني راه الملايين ديال المغاربه كيشوفوها. النداء ديالك خويا والرقم ديالك ديال التليفون. الرقم ديال التليفون ديالي هو 06-08-96-74-26. كنتمنى من 06-08-96-74 06-08-96-74-26 وتسمى الناس يعني بهالطريقه هذه، والناس خدامين يعني كيف ما كيقولوا هو باش سول كيقولوا لي انهم خدامين في الشركه. وهنا مشاهدي متابعي قناه شوف تيفي كنكونوا وصلنا لنهايه هذا البث، نتلاقاوكم ان شاء الله بث اخر موضوع اخر. السلام عليكم، نهاركم سعيد.